امسك نفسك، برنامج هزلي ساخر والأحداث الواردة فيه خيالية. إذا وجدت أي تشابه بين محتوى هذا البرنامج والواقع، تأكد إنك تشاهد برنامج آخر. هذه الحلقة قد تسبب بعض الأمراض النفسية والعصبية للدجالين والمرتزقة وأصحاب المصالح. مساكم شاهي ملبن وخمير حالي وحلقة جديدة. نحن حبينا بالحلقة هذه ان احنا نشجع بعض المشاريع، واولها انه في واحد عايش في الولايات المتحدة الامريكية ما فيش معه اي شغل بسبب الازمة الاقتصادية اللي بيعيشها العالم. قرر الاخ هذا الحبوب انه يسوي موقع على شبكة الانترنت خاص بالفضفضة. أيوة، يعني تدخل بكل برود كده على الموقع الإلكتروني ده وتجلس تفضفض له وهو يسمعك ويبكي كمان معك ويساعدك على أنك تخرج كل الطاقة السلبية اللي عندك، وكمان يجيب لك نصيحة كده منه مجانا، وكل ده بس $50 في الأسبوع. فأني من هنا كرندا وأنني يعني أحب الأخوان كتير وباين على وجهي صح، أيوة، أقدم لهم نصيحة كلهم لداخلة اليمن واللي خارج اليمن، يسووا اشتراك سنوي بالموقع حق الأخ هذا عشان يجلسوا براحتهم يبكوا له طول الليل والنهار على الحال اللي وصلوا لهم الأيام الأخيرة دي داخلة اليمن. واني من هنا أقول لكم كان الله في عونكم، روحوا للي قلت لكم عليه بالله عليكم بينفعكم كتير، فضفضوا لطموا صوتوا على قوة أخواننا في مصر اللي انتم تشتنوا سوونه، ريحونا. أو ممكن على فكرة الأخوان يسووا لهم مشروع خاص فيهم وبنفس الوقت يرجع لهم ربح، مثلا يسووا غرفة ويسموها غرفة الغضب، ودي غرفة مخصصة للناس اللي عندهم عصبية زيادة، للناس المقهورين المغلوبين على أمرهم. والغرفة هذه يكون فيه بإيش؟ مطايب زجاج، قلاصات زجاج، صحون زجاج، وأي أدوات ممكن تتكسر بسرعة. والشخص هذا اللي من الأخوان يكون تعبان ومقهور يروح إيش يدخل هذه الغرفة ببساطة ومعه عصا ويكسر كل حاجة، أو ضروري عصا ياخذ الصحن كده ويصيح من كل قلبه ويكسر الصحن. هو اللي يسمع الصحن يقول قش، صدقوني والله العظيم بيحس براحة نفسية، يعني يخرج الغضب كل اللي فيه. فأني من هنا من منبري هذا أنصح الإخوان إنهم يسووا مشروع زي هذا في اليمن أو في تركيا، وأعتقد في تركيا بيكون أفضل بكثير لأنه كل قيادات الإخوان هناك ويطلعوا شحنة الغضب اللي داخلهم كلهم بالراحة. وبصراحة اللي حصل لهم الشهر هذا مش قليل خالص، عشان كذا أني أنصحكم بواحد من المشروعين اللي قلتهم. الله زعيم أوان طنبة ولا إيه؟ طبعا زي ما أنتم عارفين أنه حزب الإصلاح الشهر هذا حصل لهم حاجات كثيرة في شبوة وأبيان وحضرموت وفي كل مكان. بعد كل الهزائم اللي حصلت لهم ظهروا حلفائهم اللي كانوا فين؟ مخبائين. أيوة، سواء كان حليفهم الحوثي زي ما تكلمنا من قبل أو حلفائهم من التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وهو التحالف اللي ظهر حاليا. والدليل على كلامي هذا المحاولة الإرهابية اللي تمت لاستهداف محافظة شبوة، واللي سووه انه عملوا عبوة ناسفة في طريق لما رجع من منطقة نصاب او نصاب. انا عندي مشكلة للأسف باسماء المناطق داخلة اليمن فاعذروني، بس سبحان الله شكل العبوة الناسفة نفس اللي بيسووها الحوثيين بخبرات إيرانية، يعني نقدر نقول انه تحالف ما بين ايش؟ الإخوان، تنظيم القاعدة والحوثيين. يا ما شاء الله، كنا ناقصين الصراحة. نعم التحالفات هادية يا جماعة. متآمر وهبل. ومثلا بن عديو المحافظ السابق للشبوة جلس محافظ 3 سنين، وسبحان الله يا جماعة ما حصلوش أي حاجة ولا تعرض لأي شيء أبدا. ولما تغير المحافظ هذا بقدرة قادر وطلع عوض ابن الوزير العولقي محافظ للشبوة، سبحان الله كده تقريبا 3 مرات محاولات اغتيال. فأي حد بيشوف كده من بعيد وما لوش دخل بالموضوع بيقول إيش؟ إنه في مخطط غريب وعجيب ونشاط مريب في المحافظ.
المحافظة، مثل ما يقولوا أن القاعدة والإخوان يد واحدة. الله لا حملني. وإنتوا بتقولوا يا جماعة؟ مش بس محاولة اغتيال المحافظ ابن الوزير بس، لا، كمان طلع إصدار جديد بعنوان إلى أهلنا في اليمن. التنظيم في الإصدار الجديد هاجم الدنيا كله، هاجم التحالف العربي، هاجم المجلس الرئاسي، هاجم المجلس الانتقالي، حتى قوات العمالقة اللي تنظيم القاعدة هذا نفسه بيقول عليهم سلفيين هاجمهم كمان. مش عارفة كيف انه تنظيم بيقول على نفسه انه بيمشي على نهج السلفية، وما علينا خليه كده على جنب. المهم الاصدار الجديد هذا القاعدة هاجم كل الاطراف وحذر الكل بكل تهديد ما عدا بالضبط الإخوان والحوثيين. تخيلوا إصدار طويل عريض لتنظيم القاعدة ما يهاجمش فيه ميليشيات الحوثي ولا تنظيم الإرهاب، حاجة غريبة وعجيبة بنفس الوقت، ولا أنتم تشوفوا غير ذا الكلام؟ أهم شيء تنظيم إرهابي زي تنظيم القاعدة يطلع إصدار يدافع فيه عن الكيان المفروض إنه جيش حكومي، تنظيم القاعدة بيدافع عن الجيش الوطني، ما أنا مش قادر أستوعب لحد الآن كيف ده، والإخوان جزء كبير منهم فين في هذا الجيش؟ تنظيم القاعدة هم الإخوان، كيف جيدي؟ أني آسفة ما قدرش أستوعب، إذا أنتم فهمتم فهموني. العربية دي حضرات مليانة انبهارات ومفاجآت. أول انبهار الفتيس ده فيه أربع سرعات، أول تاني تالت رابع مرشدين. بسم الله ما شاء الله، رائعة ومبهرة فعلا. وعشان أثبت لكم أكثر، مع أني عارفة أن الموضوع مش محتاج أي إثباتات أكثر من كذا، بس يمكن اللي ما فهم يفهم أكثر. ظاهرة عجيبة وغريبة حدثت في محافظة مأرب اللي بيسيطر عليها مين؟ الإخوان. مجموعة من المتطرفين قرروا أنهم يقيموا حد الجلد على رجل وامرأة في سوق الوحدة وسط مدينة مأرب بدون أي حكم قضائي، عادي جدا بمنتهى الأريحية وفي عز الظهر وقدام الناس، ولا في حد من الناس دونا سأل أو اعترض أو حد قال أي حاجة. وهذه الأحكام كلنا نعرف أنه ما حد يسويها غير مين؟ التنظيمات الإرهابية مثل قاعدة وداعش. وبعد كل ده يجي واحد يقول لك أصل الأخوان يا ناس دول ناس كيوت وحبوبين ووسطيين وما فيش لهم أي علاقة بالإرهاب. في إرهاب أكتر من كده؟ يلا يا رجل بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الإبل. من أكبر الأدلة على التخادم والتعاون ما بين تنظيمي الأخوان والقاعدة في اليمن، نموذج على هذا التعاون هو مين بالضبط؟ عادل الحسني. هو الآن لابس بدلة وكرفتة بيطلع يتكلم على القنوات الفضائية على إنه إيش، محلل سياسي أو كان في المقاومة. هو في الأساس مثل ما وصل لنا إنه أحد قيادات تنظيم القاعدة، وهذا هو الدليل بالصوت والصورة بالضبط. واحد من الإصدارات المرئية لمؤسسة ملاحم التابعة لتنظيم القاعدة، كاتبين عليها المحلل السياسي، لا، وكاتبين المقاتل المعتقل عادل سالم الحسني. ده عادل بيمشي في يده سلاح عادي، والآن ما شاء الله ما شاء الله بعد ما أتبنته قطر وكبرته قطر أصبح من قناة لقناة كمحلل سياسي، وأعلن قبل أيام تحالفه الرسمي مع الحوثي ضد التحالف العربي. تباً لك ولأمثالك. خطاب تنظيم الإخوان الإعلامي هو نفس خطاب ميليشيات الحوثي، وهو بحذافيره خطاب تنظيم القاعدة. ما فيش أي اختلاف ما بينهم الثلاثة. تنظيم الإرهاب الدولي في اليمن يقاتل على الثروات والمواقع الاستراتيجية مع اختلاف المسميات، إخوان حوثيين وقاعدة، وما خفي منهم كان أعظم. وفي انسجام واضح وضوح الشمس ما بين الجماعات اللي تسمي نفسها بالإسلامية أو من تستخدم الإسلام السياسي وسيلة لتصل إلى مطامعها، وكلها كمان إيش تجمعها دائرة واحدة وهي محاربة القوات الجنوبية والتحالف العربي والاستيلاء أهم حاجة على منابع النفط والغاز. تعددت الأسماء والإرهاب واحد. خلونا الآن نطلع فاصل ونرجع نواصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. بعد سيطرة القوات المسلحة الجنوبية على حقول النفط والغاز في شبوة، صياح غير طبيعي أكيد عرفتم من مين بالضبط، عناصر تنظيم الإخوان اللي موجودين في اليمن أو في تركيا أو في أمريكا، جلسوا يدعوا في كل صلاة جمعة اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم، لما الله استجاب لدعوتهم وشتت شملهم هم في كل حافة وكل بقعة، شوية في اليمن شوية في تركيا وشوية في أندونيسيا وشوية
وشوية في ماليزيا وشويتين كده في قطر وشوية في ليبيا وشوية كمان فين؟ في بريطانيا. المهم ما علينا، الصياح والعويل مش بس للأخوان، لا لا لا، حتى أصحابهم حبايبهم الحوثيين كمان. زعيم ميليشيات الحوثي الحبوب حقنا عبد الملك الحوثي طلع وأعلن اعتراضه على إيش؟ بقول لكم الآن. ليش يشلوا النفط والغاز من الأخوان في شبوة؟ لا ومش بس كده ووقف لهنا، لا كمان قال يجب العمل على إيجاد بدائل لعائدات النفط والغاز اللي وصفها بالمنهوبة من قبل التحالف واللصوص حتى يتم تحرير المنشآت النفطية. وهذا يعني يا جماعة إنه عبد الملك الحوثي زعلان انه النفط اللي في محافظة شبوة خرج من تحت سيطرة الاخوان، لان احنا ما سمعناش الكلام ده من قبل. بالضبط، هذا معناه انه ميليشيات الاخوان كانت تتقاسم الفلوس نص بنص مع الحوثيين، هذا اللي كنا نقوله من زمان ما حدش كان يصدقنا. اهم شيء ما فيش اي تفسير غير ده اصلا، يعني اذا في تفسير غير كده حد يقول له. اللي بقوله ده ايه ده ما يضحكش اني ازر الخروف ثاني صار ثانيه واحده يا نهار اسود. انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ عبد الملك الحوثي مقهور عشان محافظة شبوة تحررت من الاخوان. نقدر نقول ان الحوثيين والاخوان كانوا مستفيدين من نفط شبوة. عقبال النفط في حضرموت تقفل عليهم هو كمان، لان حقول النفط في حضرموت عادوا بيروح لغير اهله، واهل حضرموت الان يعانون من تدهور الاحوال المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة، رغم ان محافظتهم غنية جدا بالبترول وغيرها. اللهم اخرب بيتنا احنا يا شيخ، اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد. بما اننا تكلمنا عن الحوثيين، فقبل ايام حصلت معجزة في مناطق سيطرة الحوثيين، تحديدا في منطقة المقابر من محافظة دمار. تعالوا خلونا نشوف ايش حصل. هكذا شهداء الابرار، هكذا شوف كرامة من الله. سبحان الله العظيم. ما شم لا هذا من قد ما تقول شم لا هذا هني الله شمنا بس لا هذا سبحان الله. كرامة الله كرامة الله. مش واحد في جيبي انه لا زال سبحان الله العظيم. هكذا رائحة تم الزكية. الله الله هنيئا لكم. شم هني قال لكم نتمنى ان شاء الله ان يلحقنا بعدهم صالحين باذن الله. قتموا حقات لها بيعطوا قتموا بيعطوا نعطوا الثانيه والثالثه. هني قال له هذا واحد قالوا من اباء الشهاده، قال هذول هذا الانصار اللي قلبك يكذبوا. كيف ابني يمكن نسكبوا له عطر؟ صار يراقب اسبوع وهو بيراقب في المجنه، لا حد يجي يسكب عطر لا حد يجي اسبوع، وهم بيجوا يبزوا التراب ويتشمشموا ويروحوا لهم. وفي الاخير قال صدقوا امانه ندم الشهيد وجثه الشهيد عاد اجل الزكيه. يا بنت انا لا ابن شبوه بيضاء اوصل انهم لا تشهد يدفنوا جنب يدفنوها يدفنوا. انا عند اصحابكم عاد رجلا كانوا زملائنا. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ يا حلاوة. لا لا مصدقنا شفتم تنفذوا الطبيعة قول يا حلاوة. حوثي مات. لا لا حوثي حوثي منهم مش حوت. لا لا حوثي مات في الجبهة وخرج من القبر. أيوة هم قالوا ما سمعتهم شعينين عيد الفيديو مرة ثانية. أيوة وخرج من القبر مش عارفين فين راح. أكيد شفتم الفيديو هو بيقول لا لا هو كده يقول شوم شوم التراب شوم حلو حلو يا جماعة شوفوا سبحان الله ريحته عطر. أكيد الناس بتقول دي مبالغة أو إشاعة أو خزعبلات أو كذب، لكن دي كرامة من كرامات الحوثيين سبحان الله. المقاتل الحوثي قام من قبره طلع السماء، كيف مدريش في سلم لا بس هو السؤال مش المفروض إنه الروح اللي تطلع السماء والجسد يبقى بالأرض، ولا عندهم يطلع الجسد مع الروح؟ شكله فيلم هندي. أنا آسفة ما ترسلوش يا مصطفى هو بقى حلو خلاص. الإفيه الكبير إنه قيادات عسكرية راحت تزور القبر اللي صاحبه خرج منه بعد ما مات وطلع للسماء، وقاموا يا جماعة سووا حراسة على القبر عشان يحافظوا على التراب اللي تم دفنه فيه. بس ليش يا ترى عملوا كده؟ عشان ببساطة في ناس
والله يعني للأسف راحت للقبر وسرقت من التراب راحوا يبوعوا. بالله عليكم في ناس راحت تسرق تراب من مقبرة؟ هل في ناس مغفلين أكثر من الناس اللي اشتروا ده التراب؟ يا لفين وصلت عقول الناس وكيف أصبح تفكيرهم بعهد الحوثي؟ هل معقول الحوثي قدر يخلي الناس بهذا الغباء؟ أو إيش اللي حاصل بالضبط؟ سد سلخت قبل مذبح كمان. ما شاء الله معانا الأسبوع ده شوية تخاريف كده حوتية جديدة زي الفيديو اللي بتشوفونه الآن. واحد من مشرفين الحوتيين اللي هو على أساس مشرف على المسرح والسينما كان موجود داخل دورة تدريبية في صنعاء حصلت تحت عنوان برنامج مدرب متخصص في المسرح المدرسي. أنا مش عارفة الصراحة إيش علاقة الحوثي بالمسرح والمسرحيات وبالفن أصلاً بشكل عام وإيش الدورات التدريبية اللي بيقدموها عن المسرح وعن الفن، لكن ما علينا من ده كله. بس أنا أول مرة أعرف إنه في أصلاً مؤسسة عامة للمسرح والسينما تابعة للحوثيين. بس عندي سؤال والله يعني غريب، إيش بيعرضوا فيها؟ هل بيعرضوا فيها مثلاً خطابات عبد الملك الحوثي؟ أو إيش ممكن يعرضوا فيها ميليشيات كل خططها في الحياة تقتل وتذبح؟ ما علينا. إيش تتوقعوا يقول المشرف الحوثي على قطاع المسارح والسينما في الدورة التدريبية هذه؟ ولاد على ذلك مسرحية جنبها الحسن والحسين سلام الله عليهم أمام أعرابي في الوضوء إلى أن لم يجد الوضوء فقاموا يمثلوا أمامها الوضوء. فهذه من أيضا هناك في القرآن الكريم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا هذه مسرحية ولا ما مسرحية مسرحية تمام قال خصماني بغى بعضنا على بعض حكم بين أبي الحق ولا تشتط حتى تبين للنبي الله وضعه بينت له إيش الخطأ الذي ربما كان قد وقع فيه. فالقرآن الكريم مليء 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 ما تكلم أخ محمود عقبك المسخرة اللي بتحصل في الفصل دي إنهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيلة والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله إنها الفتنة أخ محمود إنها الفتنة. يا جماعة متى دونا بيبطلوا التخاريف حقهم هذه؟ ولا متى بيكون في ناس أصلا تصدقهم؟ يقول لك بكل بساطة القرآن مليء بالمسارح والمسرحيات. كيف ممكن توصف الوصف هذا؟ وقالوا إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع يا رب يكون عنده شوية عقل. ما فيش واحد من الموجودين اللي عندكم اعترض أو قال أي حاجة أو خايفينكم تعترضوا أصلا؟ والسؤال للمشرف، هل يقدر يقول الكلام هذا على أحدى ملازم عبد الملك الحوثي ولا ملزمة من ملازم بدر الدين الحوثي؟ أكيد الإجابة مستحيل طبعا، ولا يقدر يقول حرف واحد، ولو قال أي حرف عليهم ببساطة ممكن يتعلق في ميدان عام منقزع ويحب النبي يلطمه أو يهب له كاف أي حاجة. أهم شيء الحوثيين عندهم ملازم بدر الدين الحوثي وعبد الملك أهم صدقوني بكثير من كلام الله وسنة رسوله. هو كلام الله وسنة رسوله والقرآن والأحاديث بس ياخدوها عشان مصالحهم حسب ما يتم توصيفه في الموقف السياسي أو الموقف العلاني اللي حابين إنهم يزودوا على الناس فيه فيطلعوا لهم أي آية أو حديث ويتم شرحها بحيث إنه يتناسب مع السياسة حقهم. غير كذا مثل ما سمعتم المشرف لما قال مسرحية عمري ما شفت أوسخ من كده. بس باقي حاجة واحدة إنهم يطلعوا ويقولوا إنهم مش خايفين من الموت ولا من الآخرة ولا من الله، مش خايفين إلا من عبد الملك الحوثي أن يغضب عليهم. يعلم الله ما أنا خايف شيء إلا من حاجة واحدة فقط، هو أن أغضب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي صلوات ربي عليه. هذا اللي أنا أخاف منه حقيقة، لأن غضبه من غضب الله سبحانه وتعالى لا يمكن بأي حال من الأحوال أرضى نفسي أن أكون سبب في إغضابه أو إزعاجه. يلا يا عم الحق، يلا يا عم الحق، أنا أصير لمخة في الكلام، أصير لمخة ده عايز يتعالج ويجينا. أنا كل ما أقول مش ناقص يطلع الموضوع من صدق فيه، لا كده كتير. ده إيش بالله؟ إيش ده واحد ممكن يرد عليه؟ ما فيش حاجة تخاف منها وخايف من غضب عبد الملك الحوثي؟ لأنه غضب عبد الملك الحوثي من غضب الله؟ إيش فيه؟ هو نبي ونحن مش عارفين. لا بجد هو نبي أو إيش فيه مالكم؟ هم دونا أتباع الحوثي المغيبين. لما واحد زي ده يطلع يقول لك غضب عبد الملك من غضب الله، إيش ممكن ترد عليه؟ ترحم دين أمي
ترحم ميتين اللي خلفوا أبويا وأبوها. ما يحتاج الإنسان اللي معه عقل إلا ثواني بسيطة عشان يكتشف زيف الحوثيين وخطاباتهم المليانة كذب وبهتان وافتراء على غيرهم. ما يحتاج كمان إلا ثواني عشان يكتشف تبعيتهم إلى إيران والمرشد الأعلى. ومع كل ده يصر أتباع الحوثيين المغيبين على إنه عبد الملك الحوثي هو خليفة الله في الأرض ومرسل من الله لإنقاذ اليمن والأمة الإسلامية. وأشوفكم الحلقة الجاية والسلام.